السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. الموضوع ديالنا اليوم غيكون عبارة على مجموعة من التحضيرات المسبقة اللي غتختصر علينا الوقت والمجهود، فكنتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخير. ولكن قبل ما تنساوش تشتركوا في القناة اذا كنتوا اول مرة كتشاهدوني، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لاول التحضيرات اللي غادي نتشارك معكم ان شاء الله، غادي نحضروا معجون الثوم اللي كيدوم مدة طويلة، يعني كيقدر يبقى حتى لثلاثة أشهر. فالطريقة سهلة، غنبداو أول حاجة ناخدو الثومة ديالنا نفصوها ونضيفو عليها الماء الساخن، كنخليها تقريبا 10 ديال الدقائق وكندوز باش نزول ليها القشرة ديالها اللي كتزول بكل سهولة بهذه الطريقة هذه، فبلا ما تعذبو وتبقاو تقشروها. فهذه طريقه بسيطه. من بعد كناخذها وكنشفها جيدا بمنديل نظيف، لانه ما خصش يبقى فيها نهائيا ولا قطره ماء باش هكا ما تفسدش لينا وتغمل. فضروري تاكدوا من انكم نشفتوها جيدا. كناخذ كاس الخلاط الكهربائي او ممكن تستعملوا مطحنه الخاصه بالعطريه والتوابل، كنوضع فيها هذه الكميه ديال الثوم، ممكن تعملوا كميه كبيره. من بعد غنضيف عليها مكون واحد اللي هو زيت المائده، ما كنضيفش نهائيا زيت الزيتون لانه فيه الملح وكيساعد على انها كتخسر دغيا. فزيت المائده محايد ما فيهش حتى شي اضافات، كيخليها انها تبقى مزيانه مده اطول. كنطحنها جيدا جيدا حتى كنتاكد انها ولات على شكل كريمه او لا على شكل معجون اللي هو ناعم جدا جدا كيف ما كتشوفوا. تقريبا ما احتاجتش بزاف ديال الزيت، ملعقتين فقط. وكنوضعها في علبه زجاجيه، من الافضل باش ما تغيرش المذاق ديالها. وهانتوما كتشوفوا اللون ديالها راه كيبقى ابيض. من بعد كنزيد عليها واحد الطبقه رقيقه ديال زيت المائده دائما، وكنحتفظ بها في الثلاجه وكنحضر بها مختلف الوصفات. كبيرة اللي زوينه بزاف وكتنفعني هي انني كنحتفظ بهذا الخبز ديال زنقه ولا الكمير، بحال هنايا هذا بقى حتى لوى، فدرته في بلاستيك وخبيته في المجمد، وهذا حتى كنجمع واحد الكميه لا باس بها. كناخذهم وكنديرهم في هذه الاشواغ هذه وغادي نطحنهم. صافي، هنايا من بعد ما عمرت الاشواغ ديالي غادي نسدها. هنايا راه استعملت الموس الخاص بالمكسرات ماشي الموس ديال البصله. صافي، غادي نشغلها. صافي، وها هي تطحنت ليا مزيان. غادي نضيف عليها هنايا بعض الحوايج باش نسمها. بالنسبه لهاد الحوايج اللي غنضيف فهما اختياريين، ولكن كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. هنايا غنضيف فلفله حاره اولا السودانيه، نضيفو غير القياس باش ما تجيكمش حاره. وهنايا عندي شويه ديال الزعتر، كيعطي واحد البنه زوينه بزاف بزاف. غادي نضيف منه حتى هو غير شويه كما شفتوا، ما كثرش. ونعاود نطحنهم باش يتدمجوا ليا. كاين اللي كيضيف معاه الفرماج، المهم على حسب اللي بغيتو، فرماج موزاريلا. المهم انا هادشي اللي تنضيف. صافي، اصبحت عندنا لا شابلور موجوده. شوفوا ما شاء الله شحال ديال الكميه. دابا غنضيفها نديرها في بول ديال الدجاج ونحتفظ بها في الثلاجه حتى نبغيها. صافي، وعمرت لي القرعه ما شاء الله. وهنايا غادي نحتفظ بها ضروري في الثلاجه الحين الاستعمال ديالها في اي حاجه كتبغيو تقليوها، راه معروف في الاستعمالات ديال لا شابلور. هي كميه مهمه ديال الطماطم، خذوا غير مطيشه اللي كتكون رخيصه بزاف، واخا تكون طايبه ماشي مشكل. وهنايا راني بديت كنوضعها في هاد القميله اولا البرمه ديال الكسكسو، حيت كبيره وواسعه. كناخذ الحبات ديال الطماطم اللي يكونوا مغسولين جيدا وكنفلحهم على هاد الشكل هذا. صافي، كنديرهم هكا. غادي نستمر حتى نكمل الكميه. تقريبا عندي 2 كيلو ديال الطماطم، ممكن تزيدوا حتى الطماطم الصغيره اولا هذيك الطماط الصغير، كتجي زوينه زوينه بزاف فهاد بهذه الطريقه هذه. صافي، كملت الكميه ديال الطماطم اللي عندي
دابا غادي نوضعها على نار اللي تكون مرتفعه باش هكا ما تطلقش ليا بزاف ديال الماء وتبقى محافظه على المكونات ديالها. من بعد ما دازت تقريبا 15 دقيقه كما كتشوفوا هذيك الطماطم طلقات الماء، غير هو ماشي بزاف يعني واحد الكميه ديال الماء كما شفتوا. دابا غادي نطفي عليها ونخليها حتى تبرد تماما ومن بعد نرجع باش نطحنها. الطماطم هي خليتها بردات مزيان مزيان باش هكا غادي ندوز نطحنها في الخلاط. ما طحنت الطماطم هذه هي لاصوص اللي كنحصل عليها، صوص اللي خاطره ما ضفتش نهائيا ولا قطره ماء، يعني فقط داك الماء اللي طلقاتو لينا الطماطم. هنايا غادي نعاود نرد هذيك الصلصه للطنجره ديالي. دابا غادي نضيفوا بعض التوابل. اول حاجه كنحتاج واحد الورقه ديال الرند، وهنا واحد المزود ديال السوداني كيعطي مذاق زوين. وبالنسبه للتوابل غادي نضيف هنايا عندي الزعتر، غنضيفو حتى هو من واحد الرشه ديال الزعتر، شويه ديال التحميره باش كتعطينا داك اللون في الطماطم هكا احمر، شويه ديال الابزار ما نكثروش باش ما تجيناش حاره، كميه من الملح غير وردوا البال لان لاصوص مازال غادي ينقص الحجم ديالها باش ما تجيناش مالحه. قدروا نخليو الملح حتى المرحله الاخيره. وهنايا عندي كميه من الدقيق اللي غادي نضيفها مع البدايه باش هكا كتخطر لينا لاصوص ديالنا وما كنحتاجوش اننا نتسناوها بزاف ديال الوقت باش انها تختار. غنخلط المكونات ونضعها على نار هادئه. وهنايا خديت الكسكاس اللي بيه غادي نغطي الطنجره ديالي، كما كتعرفوا فصوص الطماطم كتبقى كطاير. نبدا كنخلطها باش هكا ما تلصقش لينا في القاع. وغادي نغطيها بالكسكاس هذا الشكل مقلوب باش هكا نتفاداو انها توسخ لينا الحيط اللي من وراها والعافيه تكون يعني متوسطه. ملي تيخرج البخار من هاد الثقوب هادو هانتوما راه كتبقى لاصوص كتختار، ومره مره ضروري اننا نحركوها باش ما تلصقش لينا القعر ديال الطنجره. وها نتوما شوفوا هذاك الكسكاس راه كيتلصق فيه دوك القطرات ديال لاصوص وما كتخليهش نهائيا يتوسخ لينا الحيط، في نفس الوقت كيخرج البخار من هنايا. لاصوص ديالي هي صبحات موجوده ودابا غادي ندوز باش نحتفظ بها. عندي هنايا هاد القريعات هادو ديال الزاج والغطا ديالهم ديال الحديد، صدقوا لي زوينين صراحه، كنت خديتهم من مرجان يمكن شي 10 دراهم الوحده. المهم صدقوا لي رائعين، كندير فيهم الكونفيتير، كندير فيهم بزاف د الاشياء. المهم راهم مغسولين ونقيين، ندوز باش نفرغ فيهم لاصوص ويعني تكون سخونه بعد كتبرد وكتقال غير بوحديتها. بعد ما عمرتهم كندوز مباشره نغلقهم، الغطاء حتى هو خصو يكون ناشف ما يكونش فيه الماء، غادي نغلقهم باحكام. ومن بعد كنقلبهم هكايا باش الهواء كيخرج ملي كيطلع بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للطريقه ديال التعقيم كنعاودكم الا تاخذوا القريعات ديالكم ديروهم في طنجره ديال الضغط المده ديال 10 ديال الدقائق وكتخليوهم حتى كيبردوا تماما صافي، وراه كيتعقموا لكم.
وديك الساعه راه ممكن تحتفظوا بهاد لاصوص هادي حتى سنه كامله، ما كيوقع ليها حتى شي حاجه غير في البلاكه. انا غادي نخليهم غير هكا، ما غاديش نعقمهم، لاني كنستعملهم في خلال شهر راه كيكون تستهلكو، فبهذه الطريقه هذه راه كيبقاو مزيانين. نقدر نوضعهم في الثلاجه من بعد. شنو كندير للكفته منين كنجيبها باش كتسهل عليا الماموريه اثناء الشهر كامل؟ فهنايا من بعد ما جبت الكفته خديت الهاشوار او الاشوار، وبالمناسبه واحد الاخت متتبعه للقناه كانت سولتني على هاد الاشواغ هادي، قالت لي واش صدقات لك زوينه، قلت لها ان شاء الله غنوريها لك في فيديو القادم. فها نتوما المطحنه اولا الطحانه ما شاء الله ما تصدات ما والو، كطحن من داك الشرفي يعني صدقات لي زوينه، البول ديالها ديال النوكس يعني ما تخافوا ما والو. خديت هنايا واحد البصله وغادي نديرها في الاشواغ، كذلك واحد ربعه ديال الفصوص ديال الثوم. بالنسبه لهذا القياس فهو ديال كيلو ديال الكفته. غادي نطحن كلشي، طحنت البصله مع الثومه، وغنضيف واحد الكميه مهمه ديال الربيق صبر ومعدنوس اللي مغسولين وناشفين، وغادي نطحنهم كذلك. صافي طحنت الكل وصبحوا عندي جاهزين، والكفته ديالي ها هي. غادي نضيف عليها دابا ربيع البصله والثومه، من الافضل انهم يكونوا مفرومين ناعمين باش ما كيجيوش يعني باينين وكيديرونجيو في الكفته. عندي هنايا توابل خاصين بالكفته، كما كتشوفوا القرعه راها بارده لانني كنحتفظ بهم في المجمد باش هكا كيبقاو عاطين الريحه ديالهم مزيانه والنكهه ديالهم كتبقى شاده. بالنسبه للتوابل ديال الكفته غنخليهم لكم ان شاء الله مكتوبين، وغنضيف منهم تقريبا ملعقه كبيره مملوءه. غادي نزيد فقط شويه ديال التحميره باش تجيني الكفته اللون ديالها يعني زوين، واخر حاجه شويه ديال زيت الزيتون الا ما كانتش الكفته ديالكم مدمه باش هكا كتجي هشيشه، وما نساوش اخر حاجه اللي هي الملحه. وغادي نخلط الكفته ديالي مزيان، والكفته ديالي صبحات موجوده متبله ناضي. دابا غندوزو لطريقه الاحضار. غنبدا نشكل الكفته ديالي، غنستعمل هاد العلب هادو اللي كيديروا درهم عند بيم، زوينين بزاف وعمليين. غادي نشكل الكفته ديالي اول حاجه على شكل بحال هكا تقريبا بحال الشكل ديال الاصابع. هادي كنديرها في الفران مع الخضره اولا كنديرها حتى في الطاجين، ندير الكميه اللي غتكفاني كل مره. صافي هنايا درت الطبقه الاولى، غادي ندير عليها ورق الفرن وغنعاود طبقه اخرى، وغادي نزيد طبقه واحده اخرى. هذاك الورق ديال الفرن ما كيخليهمش يتلاصقوا مع بعضياتهم، في نفس الوقت كنستغلوا المساحه. صافي دابا غادي نغلفها بالسلوفان. هنايا غادي ندوز نشكل الكويرات اللي كنديرهم هكا في الطاجين ديال مطيشه مثلا، باش هكا كيكون عندي واجدين. غادي نكور، كملت الكويرات كما كتشوفوا، ودائما غادي نغلفها بالورق ديال الفران وغنزيد عليها طبقه اخرى. صافي كملت الطبقه الثانيه وغادي نغلفها بالسلوفان، واخر حاجه غادي نصاوب على حساب برجر. غادي نكور هكا خبيزات، تقدروا تصاوبوهم يعني بالسركل ولا غير انا كنديرهم غير بحال هكا. كنحاول نبسطها مزيان باش ما تكونش غليظه، حيت كنطيبها ديريكت يعني وهي مجمده وكتبقى شاده ليا الفورما ديالها. فهم ندير جوج خبيزات اخرين. هيا وجدت الطاجين ديالي ديال الكفته المعروف باقل مجهود وفي اقل وقت، فقط طحنت مطيشه مع البصله وزدت الكويرات ديال الكفته ديالي اللي خرجتهم من المجمد، وصافي غادي نسد على الطاجين ديالي ونخليه يطيب. بهذه الطريقه راني كنقتصد بزاف في الوقت، هكا بعض المرات ما تنكونوش مساليين، وهذه فكره اللي تنفعكم.
بعد ما نقيت الربيع وغسلته مزيان درت فهاد الشبيكه هذه وخليته يتقطر ليله كامله حتى ما بقاش فيه نهائيا الماء. غادي نديرو في الهشواق باش هكا نطحنو، ولكن ضروري يكون ناشف مزيان. هو تطحن جبت انايا واحد الثوب وغادي نبدا نكبو فيه ونكمل الكميه ديال الربيع تنساه. غادي نشتو مزيان ونوضعو في شي مكان فيه التهويه حتى ينشف تماما وما يبقاش هكايا كيتلصق ليا في يدي. شوف الربيع تماما ما كيبقاش فيه الماء، كنعمرو في قرعه ديال الزاج وكنحتفظ به غير في الثلاجه، راه كيبقى حتى 10 ايام حتى 15 يوم ولكن يكون ناشف جيدا.